السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سورة قناة اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شقة داخل برج جديد أول سكن بجوار أسواق فتح الله ماركت والشارع العمومي، تصلح للسكن الدائم طول العام. شفنا وضع عندي هنا دي الواجهة، قصادنا هنا موجودة عندنا ده المدخل، بوابة عندنا ومدخل ممتاز وراقي جدا. كاميرات مراقبة وأسانسير وحارس خاص للعقار. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. شاهدنا اللي فيها العرض، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. قصادنا هنا موجود عندي مطبخ أمريكاني، والمطبخ عندنا هنا من الداخل. ضغط مية عندي هنا ممتاز جدا. وصلنا على طول هنا موجودة عند ريسبشن، ما شاء الله متقسمة عند تقسيم قطعتين، وشطب عند تشطيب كلاسيك. بندخل نقص بعد عندي على غرف النوم والحمام، تابعني هنا طرق التوزيع. على يمنا هنا موجودة عندي أول غرفة نوم، جنبها مباشرة موجودة عندي هنا الغرفة التانية، وجنب منها موجود عندنا هنا الحمام. بنطلع نبص بعض عندي على البلكونة ونشوف رؤية الشارع، تراس رائع وممتاز جدا ما شاء الله، وفيو عندي هنا أكتر من رائع. حلوة الريسبشن عندي هنا من زاوية تانية، وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل. ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهاردة من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة مميزة جدا في الطابق الثامن علوي، ثامن طابق بعد الأرضي. العمارة عبارة عن 10 طوابق، موجودة عندي أسانسير وحارس خاص للعقار، وشهادتنا مسجلة في جمعية 6 أكتوبر للتعاونية للبناء والإسكان والتعمير، وكملت العدادات كهرباء ومياه زي ما احنا عارفين بنستلم اخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الاجمالية للشقة 100 متر، السعر 360,000 جنيه كاش، السعر بالدولار 9,000 دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.